يعطيكم مره ثانيه كوتش عبد الله. تمرين نار كتل بيل كومبات. تعال معنا. نعم. 20 كيلو. كتل بيل. راح تسوي كومبات اربع تمارين ورا بعض. شوف التمرين واذا قدرت وعندك كتل بيل سوي في البيت. اول تمرين راح تسوي كتل بيل سوينج. درب 10 طقات. واحد. اثنين. ثلاث. خمسة. على طول بعدها كتل بيل سوينج ترو. على طول بعد سوت كيس سكوات مع سوينج. سكوات مع سوينج. 2 3 4 5 10 off chain alternate swing تلي الروح تبات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كتل بيل سوينج اربع تمارين كومبلكس. اذا عندك كتل بيل سوي اللي قاعد تسويه. تحدي المحاربين. شفتكم مره ثانيه.